حققت البنوك الأمريكية الكبرى نتائج قوية في نهاية عام 2022 بدفع من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، لكنها توقعت تدهور الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وخصصت المزيد من الأموال للتعامل مع حالات التخلف عن السداد المحتملة. ويعتبر أكبر البنوك الأمريكية جي بي مورغان تشيس أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو حدوث ركود معتدل اعتبارا من الربع الأخير للعام، في حين أشار بنك سيتي جروب وبنك أوف أمريكا إلى احتمال وقوع تدهور في الأفاق الاقتصادية، بينما توقع بنك ويلز فارجو أن تكون البيئة الاقتصادية أقل ملائمة. ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى 5 أشهر متتالية نتيجة ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، مما يشير إلى طول أمد الحرب ضد التضخم حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أسعار الواردات زادت الشهر الماضي بنسبة 4% بعد انخفاضها بنسبة 7% في شهر نوفمبر الماضي. أكد قادة قطاع الطاقة في العالم المشاركون في الاجتماع السنوي 13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ الإجراءات قصيرة المدى لتسريع تحول قطاع الطاقة خلال السنوات القادمة إلى الطاقة النظيفة وتصحيح مسار 1.5 درجة مئوية حتى عام 2050. ويشكل التقييم العالمي الأول خلال مؤتمر الأطراف الذي COP28 والذي ينعقد في دولة الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري محطة هامة لتحديد الثغرات والفرص في المساعي المبذولة عالميا لتحقيق مستهدفات مؤتمر COP27 الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي. بدأ مسؤول التجارة في كل من أمريكا وتايوان الجولة الثانية من المحادثات في تايبي أمس ضمن مبادرة تجارية تم إطلاقها مؤخرا تهدف إلى تحسين بيئة التجارة الثنائية الشاملة. وقال مسؤول تايواني وفق ما نقلته وكالة الأنباء التايوانية إن تيري ماكارتن مساعد الممثل التجاري الأمريكي للشؤون الصينية ويانغ جيني نائب الممثل التجاري لمكتب تايوان للمفاوضات التجارية يقودان المحادثات في إطار المبادرة الأمريكية التايوانية حول تجارة القرن 21. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص الشريحة الأولى لأوكرانيا من حزمة المساعدات السنوية بمبلغ 18 مليار يورو، ومن المقرر بدء صرف الدفعة الأولى من حزمة المساعدات خلال يناير الجاري. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي أمس إنهم بحاجة إلى الاستمرار في زيادة الضغط على روسيا، مؤكدة استمرار دعم المفوضية لكييف. وأضافت سيتم إطلاق منصة المانحين الدوليين التي أنشأها الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع خلال الشهر الجاري.